الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبيت أطلع عليكم أواسي نفسي وأواسيكم ونقول الفاتحة على أرواح الجميع اللي راحوا بهالطامة الكبرى. رب العالمين رحيم، إذا أحب عبده ابتلاه، وشفنا نحن نموذج مصغر جدا لأبعد الحدود ليوم القيامة، ليوم البعث. حرب أكثر من 18 سنة ما بتوازي هالثواني اللي صارت فيها الهزة. سبحان الله، هالهزات اللي إجت هي هزة من المحبوب ربنا سبحانه وتعالى، هزة من المحبوب لقلب كل عاشق وكل مؤمن بقدر الله. هالهزة صارت لنزداد تقرب لله، لنزداد تعلق في الله، ولحتى الإيمان يقوى أكثر ويحثنا إنه نحب بعض ونساعد أكثر، وما ننام إلا ليصحى ضميرنا ونقعد نصف ولو لخمس دقائق ما قدمت يدانا بهاليوم، ونسجد سجود شكر لله. كتر الفسق للأسف، كتر الحرام، كترة السرقة، وهلأ رح أتطرق لإلها. أكيد الهزة كمان لفئة تانية من الناس، للعاصي، مشان إيش؟ ليتوبوا. حتى ربنا كريم ورحيم لكل إنسان عصى، أعطاهم هزة ليصحى الضمير ويتوبوا ويرتموا على أعتابه. ربنا غفور كريم، إذا أغدق بعطائه ما شاء الله. سبحان الله، ربنا معتبرنا ورود، ولكن هالورود نوعين. ورود فواحة تعبر عن رائحتها الزكية بأعمالها وعطائها، وأكيد ما بتنام إلا وبتتذكر كل محتاج. وناس ماشية بدرب النسيان، ما لن عارفانين ولا لن حاسبين ساعة الغفلة. طبعا أنا بعتذر، بدي أقدم اعتذاري وأقلكن على شغلة كتير مهمة. النت بيكون ضعيف، وقبل الحادثة بيومين كنت محملة فيديوهين قديمات، يعني صلن شي سنة، حبيت أذكر المحبين فيهم. ما تحملوا إلا تقريبا يمكن بعد الفجر. أنا بعتذر، أكيد نحن عنا ضمير وإحساس منحس بالمحتاج. ورح أقلكن واقعة صغيرة حصلت مشان ناخد بنتيجة وحدة. أبواب الخير كبيرة، كل باب له قياسه. ادخلي لهالباب الخير حسب حجمك، ولو بمواساة، ولو بكلمة، ولو بربطة خبز تشيليها وتقدميها لعيلة، ترسم هالبسمة على وجوههم وتكسب الدعاء، ما في أجمل منه. أنا مغتربة من 18 سنة، يمكن رب العالمين سلم لي بيتي بسبب دعاء الغريب، وربنا هو الحافظ الكريم. كنا باجتماع وإذ البعض ذكر الفنان فلان اتبرع بكذا، والفنان الفلان اتبرع بكذا. يا ترى وين هالتبرعات؟ وين؟ والله العظيم هالتبرعات إذا انجمعت بطريقة شريفة لتصير سوريا دبي الثاني للأسف. وما تخافوا، لو تبرعتي بعشرة ريال، أقسم بالله العشرة ريال إذا جايبتي مال حلال بتوازي الملايين اللي عم يتباهوا فيها وبيقولوا تبرعنا
$20,000 وإلى آخره. ممكن تطرقي الباب، أنا اليوم بدي أعمل شوربة عدس. ممكن تتقدم للفقرة بهالبرد، وصدقيني بكل لقمة رح تاخدي دعاء. مو معناتها أنت ما عملتي عمل الخير، لا يقاس بالمادة يا جماعة، لا يقاس. نحن بحرب سوريا، تعرفوا إيش عملنا؟ المغتربين إيش عملنا؟ لمينا حرامات قديمة غسلناها بإيدنا وكويناها وبعتناها. البعض رح يخجل، ولكن نحن منفتخر عم نقدم الخير حسب إمكانياتنا، بعرقنا، بجبيننا. تمام؟ يا جماعة، ما كل شي بيلمع ذهب، صدقوني. لربما البعض يتراود لذهنه، خالد دلال يوتيوبر عم بتجيب الملايين. اوعكن اوعكن يخطر في بالكن. الله بيعلم ايش في بالنفوس، ايش في النفوس، وايش متعلق بهالرقبة. اكيد سمعتوا ضرب الارقام. كل انسان بيعطي حسب حجم ايده، حسب حجم ايده. والله لأول مرة بقولها وبفخر، وأنا مفتخرة. نحن صرنا 18 سنة متغربين. جوزي طبيب اختصاص مخبري، لا يملك بسوريا مخبر. إذا رجع على سوريا لا يملك مخبر ولا يملك سيارة، ليكن بعلم الجميع وأفتخر. بس الإنسان وقت بيكون عزيز نفس بياخد المصاري بإيد وبيصرف بإيد التانية، والله أعلم. بيتي نفسه من وقت ما تجوزت لهلأ، بيتي نفسه مساحته 100 متر بتعبي وشقاي، ساويته 120 متر، كبرته من البلكين. مو عيب أبداً، مو عيب. رب العالمين بيبارك بمال الحلال، ولو عم تعطي 10 ريال 10 ريال. من فترة لفترة عطيتيها لمحتاج، رب العالمين بيبارك فيها ومنفتخر. أنا ما بخجل، هي إمكانياتي. في أبواب تانية ممكن تطرقيها وتقدمي الخير للناس. كل يوم عم بقلكن من هلأ بهالظروف الصعبة، خالي دلال قناتها تعليمية، عندها الماسنجر تعليمي، عندها صفحة المتابعة ما بتستفيد منها نهائي تعليمية. وأنا برد على كل متابع، وإنن بيعرفوا خالي دلال بتعلم بضمير بإذن رب العالمين، وبتابع وبعلم لله بدون أجر. وأي شخص بده دورة تعليمية تدريبية مجاناً ليمتهن مهنة، أنا مستعدة. وبيعرفوا خالد دلال كلمة رجال، عملتها سابقاً وعملتها بأيام الحرب، والكل بيعرف خالد دلال. حتى في عتب من جوزي بقول لي هالجوال ما بقى ينزل من إيدك. أنا ما بدخل فيس ولا بتابع فيس ولا بعرف الأصدقاء إيش عم بينزلوا. دايماً بقولوا لي دلال ما شفتي نزلنا. لا، أنا ما بدخل، أنا بتابع جروب التعليمي، قناتي، عملي، صفحة المتابعة. كل يوم بقعد 4 ساعات، وكل مرة بزيدها حسب وقتي بخدمة المتابع اللي عم بيطبق وصفي وحابب يتعلم لياخد مهنة فعلاً ناجحة. حبيت أطلع عليكم أقلكم إنه بيتي رب العالمين حفظه، هو الحافظ. أكيد في تشققات في الحيطان، ما في مشكلة. أنا مبتسمة وقلت الحمد لله، خليه يبتسم للابتلاء لأنه ربنا بيحبنا، وخلي الضمير حي
ومن يعمل لدنيا يكسب الآخرة. وبإذن رب العالمين رح نقدم وصفات اقتصادية وعم بقدمها، ومثل ما قلت لكم ممكن تعملوا أكلات بسيطة، عدس بحامض مجدرة نوزعها للي نزحوا من بيوتهم وخربت بيوتهم. إيش في عندك؟ قميص قديم، شرشف، إحرام، أي شيء، هذا اسمه عمل خيري ومبارك بإذن رب العالمين. تحياتي، بحبكم كتير.